تقدم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خدماتها للمستحقين من ورثة المؤمن عليه أو صاحب المعاش من خلال مقرها في أبوظبي أو أحد فروعها في دبي، وتشمل هذه الخدمات: أولاً، خدمة صرف المعاش. للمستحق أن يتقدم بطلب صرف حصته من المعاش المخصص لمورثه المؤمن عليه أو صاحب المعاش إذا توافرت لديه شروط استحقاقها الواردة بالقانون، على أن يستوفي جميع المستندات المطلوبة للهيئة. وتتمثل المستندات المطلوب استيفاؤها من قبل جهة العمل في حالة المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة في شهادة الوفاة، استمارة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة، صورة معتمدة من خلاصة القيد مع تحديد تاريخ الحصول على الجنسية في حالة التجنس، صورة طبق الأصل لقرار إنهاء الخدمة، صورة طبق الأصل للإجراء المالي لنهاية الخدمة، آخر إجراء مالي، علاوة دورية، علاوة اجتماعية، صورة من مستند التسوية عند نهاية الخدمة، صرف أو قيد. وتتمثل بقية المستندات المطلوب استيفاؤها من قبل الورثة في حالة المؤمن عليه التي تنتهي خدمته بسبب الوفاة: نموذج معاشات الورثة المستحقين كاملة البيانات مع أرقام التواصل، حصر الإرث، وكالة أو وصاية للقاصر من المحكمة إن وجد، كتاب من البنك برقم الحساب الدولي IBAN للورثة المستحقين البالغين أو للوكيل أو الوصي إن وجد، صورة من بطاقة الهوية لكل وريث من الورثة المستحقين، نموذج مالي لضم مدة الخدمة إن وجد. أما المستندات المطلوبة لورثة صاحب المعاش في حال وفاته: شهادة الوفاة وحصر الإرث، نموذج معاشات الورثة المستحقين كاملة البيانات مع أرقام التواصل، وكالة أو وصاية للقاصر من المحكمة إن وجد، كتاب من البنك برقم الحساب الدولي IBAN للورثة المستحقين البالغين أو للوكيل أو الوصي إن وجد، صورة من بطاقة الهوية لكل وريث من الورثة المستحقين. ثانياً، خدمة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر. للمستحق طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر بتفاصيل حصته من المعاش الذي يتقاضاه شهرياً من الهيئة، وذلك من خلال مراجعة مقرها في أبوظبي أو أحد فروعها في دبي، مصطحباً معه هويته الشخصية. ثالثاً، خدمة تعديل رقم الحساب البنكي. للمستحق طلب تعديل حسابه البنكي المحول إليه المعاش في أي وقت، وذلك من خلال مراجعة مقر الهيئة في أبوظبي أو أحد فروعها في دبي، مصطحبا معه الهوية الشخصية ورقم الحساب الدولي IBAN الجديد، والمراد تحويل المعاش إليه برسالة معتمدة من البنك، وذلك تفاديا لأي خطأ في التحويل مع إرفاق براءة الذمة من البنك السابق. الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، معا نحو مستقبل آمن.